غاز العراق يحترق وشعبه يختنق، غازنا المحلي ما محصلين من عنده غير الربو وارتفاع ضغط الدم وبعض أنواع السرطانات. قالوها أهلنا قبل، الله ينطي جوز للما عنده سنون. العراق صاحب أكبر احتياطي نفطي في العالم يستورد غاز. قبل فترة تركيا أعلنت اكتشافها حقل غاز طبيعي في البحر الأسود، وهذا الغاز المكتشف مقداره 320 مليار متر مكعب وعلى عمق كيلومترين ونصف تحت البحر. هذا الغاز قيمته تقريبا 65 مليار دولار، ومن المفترض أن يجعل تركيا أقوى على المستوى الاقتصادي، ونتيجة لذلك العلاقة السياسية بينه وبين اليونان شوية توترت بسبب هذا الغاز المكتشف حديثا، وكذلك خلاف على الحدود المياه الإقليمية الدولية بين الدولتين. ومع ذلك أصرت تركيا على التنقيب على هذا الغاز لأنه هذا تعتبره حقها، واستمرت بالبحث والتنقيب من أجل إنعاش الاقتصاد المحلي والخلاص من قيود الغاز المستورد من روسيا والأموال المترتبة على ذلك، مع أنه الغاز المكتشف يراد 30 مليار دولار وعشر سنوات يلا يستخرج بحسب الخبراء. أما إحنا بالعراق عندنا الغاز الطبيعي قدام العين، لا بالبحر ولا على عمق 3000 متر، بس ما حد بحاله ومهمل ويحترق يومياً 1.3 مليار قدم مكعب وبخسارة عادل 2.5 مليار دولار سنوياً. دي يضيع الغاز بما يساوي 18 مليار متر مكعب، وهذا هو 10 أضعاف الغاز المستورد. وزير الكهرباء يقول إنه العراق يستورد 40 مليون متر مكعب يومياً، بينما نحتاج فعلياً إلى 70 مليون متر مكعب من الغاز المستخدم في تشغيل محطات الكهرباء. إحنا سنوياً نخسر بحدود 5 مليار دولار بسبب احتراق الغاز من صفحة، وندفع المليارات من صفحة ثانية. يحتاج العراق إلى ما بين 3 إلى 4 سنوات من العمل المتواصل والبيئة الصالحة للاستثمار حتى يعتمد على اكتفاء الذاتي من الغاز، وهاي البيئة غير متوافرة حالياً ولا توجد ضمانات لتوافرها في المستقبل القريب، لذلك سيبقى بحاجة لغيره. ولكن قيل في أكثر من تصريح أنه العراق يعمل للاستغناء عن الغاز المستورد، فهل راح يتمكن السيد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بالدعم الدولي والاتفاقيات الاستثمارية من استغلال الغاز الطبيعي لو نبقى نعيد بنفس القوانين المشخوطة؟